يا نهار اسود. انا الزاهد بدور بلوجر وتجد صعوبه مع ثريد. انا مش عارفه انزله بصراحه، انا حاولت بس ما يعني هنزله. زاهد اهلا وسهلا فيك بدبي. اهلا بيكي، احنا كتير مبسوطين بوجودك معنا هون، وانا مأكدة كل معجبينك مبسوطين اكتر. انا كمان مبسوطة قوي ان انا بكون معاكم هنا في دبي، ودايما لما بمشي في دبي بلاقي ناس كتير قوي بتبقى مبسوطة بوجودي، يعني فببقى حاسة ان انا في بلدي. والسعادة الكبيرة دي اللي واضحة على وش هنا هو لانها بتعيش الفترة دي اجواء نجاح فيلمها الاخير مستر اكس، اللي مشاركة فيه الى جانب زوجها احمد فهمي، بيومي فؤاد، أسس، محمد انور وغيرهم كتير. اسال على طيبه عزيز العقد وانت تعرف انت بتكلم مين. شو شدك للدور؟ انا اول حاجه شدتني للدور ان الفيلم نفسه انا دايما لما بختار اي عمل بيبقى عندي زي مثلث كده، لازم الورق والمخرج والانتاج. الانتاج انا عارفه ان الحاج احمد بيصرف قوي على الافلام بتاعته، وعارفه انه بيطلع الحاجات بطريقه حلوه. ده شدني وشدني الورق جدا، احمد كاتب ورق حلو قوي قوي قوي، وديه شرف كتير، مواقف كتير، ودوري عجبني بصراحه، يعني مختلف ولذيذ ولايت كده على القلب. والفيلم ده بينافس افلام تانية نازله في السينما حاليا زي البعبع وفيلم تاج لتامر حسني اللي كان من المفترض هنا تكون فيه بس اعتذرت عنه. حضرتي باركتي له لتامر حسني؟ طبعا طبعا باركت، يعني باركت له، والفيلم اتغلته عجبني جدا، ويعني ما شاء الله يعني، واتعمل لي احسن كمان يعني ما كنت اتوقع. ومبروك ليهم كلهم، ومبروك لتامر، ومبروك لساره المخرجه، ودينا الشربيني كلهم، وساندي. وبعيدا عن السينما، فهنا حاليا عندها مسلسل جديد كمان بعنوان سيب ونسيب مع احمد السعداني اللي من انتاج شركه الصباح، والعمل ده مؤلف من 10 حلقات وهينعرض في 22 يوليو على منصه شاهد. يا نهار اسود. بتلعبي بلوجر بمسلسل سيب ونسيب، كيف كانت هيدي التجربه بالنسبه لك؟ انا بالنسبه لي سيب ونسيب ده مسلسل انا قريب قوي لقلبي، اولا لان هو انتاج الصباح ومعايا كاس كبير جدا منهم احمد السعداني، كل يعني مش عايزه انسى حد، كل اللي في المسلسل انا بحبهم جدا، كلنا اشتغلنا على الادوار قوي، واحنا عشنا مع بعض شهرين في لبنان، يعني احنا كاننا كنا في رحله، كلنا قافلين على بعض في الاوتيل بنقعد نذاكر مع بعض وبنعمل كل حاجه. احمد السعداني خطير في المسلسل، لذيذ جدا، اول مره اشوفه يعني رومانتك ولذيذ كده. هو عمل قبل كده مع مي عز الدين دور رومانتك، بس الدور ده انا حاسه ان هو مختلف لان هو حلو قوي فيه، وانا بحب دوري قوي في سيب ونسيب لان هو عاملة مرحلتين في الشخصية، صح، الخياطة بعدين تطورت وبقت فاشينيستا، وهتشوفي بقى الصراعات اللي في حياتها وعيلتها وحب عمرها وكده، فيعني يا رب يا رب يعجب الجمهور. ومفيش شك يا هنا انه هيعجب الجمهور، بس قبل كده حابين نعرف منك اذا انت من النجمات اللي بيحبوا يواكبوا الترندز في السوشيال ميديا. طب على سيرة السوشيال ميديا، نزلتي ثريدز؟ لا لسه ما نزلتوش. بعد ما نزلتي؟ لا بس هو زي تويتر صح؟ اه زي تويتر. اه لا لسه. هتنزليه قريبا؟ اكيد هنزله. لا بنزل كل حاجه جديده. اه انت بتحبي تتابعي كل الترند صح؟ بحب اتابع اه اكيد، بس انا مش عارفه انزله بصراحه، حاولت بس ما يعني هنزله.